السلام عليكم، معكم مادا كريز في وار فريم. اليوم راح اوريكم كيف تمسحوا او تبيعوا الحاجات اللي ما تحتاجونها، مثلا زي الاسلحة، لانه اوقات اذا جيتوا للفاوندري وحاولتوا تستلموا سلاح جاهز ما حيقبل، ما حيخليكم، حيقول لكم ادفع 12 بلاتينوم عشان يفتح لكم خانتين، لانه الخانات عندكم مليانة. فاللي تقدروا تسووه اذا ما تبغوا تدفعوا البلاتينوم هذا انكم تبيعوا الاسلحة اللي ما تحتاجونها، تروحوا على الاكويبمنتس، تروحوا على الانفنتوري وحتختاروا الويبنز. بالنسبة للخانات لكل فئة، مثلا بين يعني للوار فريم خانات خاصة وللأسلحة خانات خاصة. إذا اشترتوا هنا حيكتب لكم زيرو اوبن سلوتس، يعني ما في أي خانة مفتوحة، فنروح نختار اللي نبغى نبيعه. إذا تأشروا على سلاح يوريكم اسمه إذا كان ليفل 2 الآخر ولا لا، وتقدروا كمان تكتبوا اسم السلاح أو جزء من اسم السلاح. مثلا ببيع الام كي 1 براتن، أكتب بس ام كي 1 وبعدها حيوريني السلاح، اروح اختاره وابيعه. بعدها حيجيني تأكيد اذا ضغطت على السيل ان ابيع حاجتين بهذا السعر. كذا خلاص راحت القطعة وانفتحت الخانات. نمسح اول شيء اللي كتبناه، وبعد كذا نروح على الويبنز ثاني مرة ونأشر هنا. شوفوا كاتبين two open slots. انتبهوا لا تمسحوا الوار فريمز نفسها، لا تمسحوا اي حاجه هنا، لانه هذا حيمسح لكم الشخصيه نفسها. اذا تبغوا تمسحوا شيء روحوا على ميسلينيوس، من هناك حتقدروا تبيعوا مخططات العاديه حقت الوار فريمز العاديه مو حقت البرايمز. واذا عندكم اي اسئله اكتبوها في الكومنتس، ولا تعالوا في الديسكورد خاص لارشادات وار فريم باللغه العربيه. حياكم الله، انا مادي كريز، وانتم ان شاء الله تكونوا استفدتوا واستمتعتوا. بيس.